مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين عربية. شرح اليوم عن ساعة أبل، وتحديدا لو عندك ساعة أبل وحبيت أنه تلغي اقترانها بهاتف وتربطها بهاتف ثاني، فاللي راح نعمله كالآتي. قبل أن أبدأ أشرح لكم الطريقة، طلب أن تشتركون بالقناة، تفعلون الجرس، لايك الفيديو. هذا السؤال وردني من إحدى المتابعات، فحبيت أنه أشرح لكم إياها الطريقة. أول شيء راح تدخل على تطبيق الأبل ووتش، وطبعا هذا أسهل شيء أنه من داخل الأبل ووتش. أول من تدخل على الخيار راح يظهر عندك بالعلى كل الساعات، راح يظهر عندك بهذا الشكل. راح تدخل هنا على علامة الاستفهام وتنزل بالأسفل إلغاء الاقتران. الآن إلغاء الاقتران، فهنا أدخل كلمة السر. بعد ما خليت كلمة السر بدأ إلغاء الاقتران مثل ما تشاهدون، وهذا طبعا يستغرق بعض الوقت. الآن مثل ما تشاهدون هنا بدء الاقتران، وهذه الساعة تبدي الآن تصفر نفسها، تبقى ما تحاول أنه تربطها مع الهاتف الثاني إلى أن هذا ينتهي، تمام؟ وطبعا هنا راح تنزل التطبيق الأبل ووتش، راح تنزله حتى تربط الساعة. الآن بعد ما نزلته مثل ما تشاهدون لغى الاقتران بالهاتف الأول، وحتى نربط بالهاتف الثاني راح شوفوا مثل ما تشاهدون الآن راح تظهر هذه العلامة. فقط اللي علينا إنه هاي تنطيك علامة إنه تجيب الهاتف هذا بهذه الطريقة، بدء الاقتران، وهنا الإعداد لنفسي، ومثل ما تشاهدون فقط هذا تخليه فوق بالأعلى. الآن مثل ما تشاهدون عملية جدا سهلة وبسيطة. الآن اقتران. في عندك خيارات استعادة نسخة احتياطية أو إعداد كأبل جديدة، تبقى براحتك إعداد كأبل جديدة، وراح تكمل الخيارات اللي راح تظهر عندك. لأنه أنا ما أريد الفيديو طويل، فلهذا راح أستقطع هذه الأماكن. فقط كمل الخيارات اللي تظهر لك وراح تقدر تربطها. الآن أعطاني خيار موافقة وعدم المشاركة بالتحليلات وإنشاء رمز، تبقى براحتك، عدم إضافة رمز دخول وعدم استخدام رمز الدخول. والآن راح ندخل وصارت متابعة. والآن مثل ما تشاهدون بعد تقريبا 10 إلى 15 دقيقة راح نفتح الهاتف، والآن صار الربط بين الساعة مثل ما تشاهدون. مرحبا بدأ وتم، وصار الربط بين ساعة أبل والهاتف الجديد. اللي يريد ينزل الواجهات الجديدة راح تكون هنا بالضبط بالوسط، وهذه الواجهات الجديدة. أتمنى فدتكم هذه المعلومات. طلب لا تنسوني باشتراك ولايك وتفعيل الجرس. والآن ساعة أبل الجديدة ارتبطت بالهاتف الجديد، والهاتف القديم ما مرتبطة به. حتى نتأكد راح ندخل هنا وبدء اقتران نحتاج، فهذا الشيء اللي موجود حاليا. تحياتي.